ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أنتم تشاهدون معنا الآن الاستعداد لإنجاز مشاريع رمضان في اليمن لعام 1445 هجرية 2024 الميلادي. مؤسسة الإغاثة الإنسانية في اليمن تقدم الآن هذه السلات التي وصلت، وهي من مكونات رائعة جدا، لدينا 10 كيلو دقيق و10 كيلو رز جودة ممتازة جدا، وخمسة كيلو أيضا سكر جودة ممتازة، وكرتون كامل من 24 عبوة تونة، وأيضا حوالي الكيلو حليب سوف نقوم، وأيضا 4 لتر من الزيت. كل هذا سيقدم بفضل تبرعاتكم الواصلة إلى Human Relief Foundation إلى الأسر اليمنية المتعففة والمحتاجة والفقيرة، جزاكم الله عنا خير الجزاء. هنا فريق العمل يجتهد كل الاجتهاد لترتيب السلال وإيصالها بشكل مناسب يدا بيد إلى المنازل، لاحقا سوف نقوم بذلك. مشاريع الإغاثة الإنسانية في اليمن تمتد لحوالي 6 سنوات الآن. هذا كله مستمر ببركة دعائكم لنا وأيضا تبرعاتكم السخية. نتمنى أن تنتهي هذه المأساة في بلدنا وفي كل بلاد العالم، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر نصرة للأمة الإسلامية ولكل المسلمين ولكل العالمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.